يقول: هل من يأخذ أمواله من البنوك دون زيادة يدخل في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ الإيداع في البنوك لأجل الحفظ فقط هذا يجوز للضرورة، يجوز للضرورة، لأنك لو لم تودعه تخاف عليه من الضياع والسرقة، فالإيداع لأجل الحفظ هذا لا بأس به للضرورة، وليس هو من التعاون على الإثم والعدوان، بل هو من إحراز المال عن الضياع. أما إذا أودعته لتأخذ عليه فوائد فهذا ربا ولا يجوز. نعم.